صحة مولودكم كبار وصغار، ينعاد علينا بالصحة والهنا نساو رجال. ومرحبا بكم معايا أنا مريم من قناتكم بونيدي. اليوم نطلب من كل واحد راهو يسمع فيا يحبس زوج دقائق يصلي فيهم على نبينا وشفيعنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبهذه المناسبة السعيدة راح نشارك معاكم بعض اللقطات من نهار المولود في دارنا واللي صادف عيد ميلاد الوالدين الكريمين اللي نتمنى لهم طولة العمر الصحة والهنا إن شاء الله. ودرك يلاه معايا. صلوا على محمد صلى الله عليه، صلوا على محمد صلى الله عليه، صلوا على محمد صلى الله عليه، يدوم هذا الفرح ويبارك لهم عليه. صلي على محمد صلى الله عليه، وصلوا على محمد صلى الله عليه، صلوا على محمد صلى الله عليه، يدوم هذا الفرح ويبارك لهم عليه. رسول الله صلى الله عليه. يا كعبة يا بيت ربي محلاك، يا كعبة يا بيت ربي محلاك، يا كعبة يا بيت ربي محلاك، والسلام على الخليل اللي بناك، والسلام على الخليل اللي بناك، وإن شاء الله نزورها الله أكبر، ونشم بخورها الله أكبر، وإن شاء الله نزورها الله أكبر، ونشم بخورها الله أكبر. يا سلام يا سلام ويشعشع نورها نورها الله الله، والسلام على الخليل اللي بناكي، والسلام على الخليل اللي بناكي، وإن شاء الله نمشي الله أكبر، ونزور القرشي الله أكبر.
بنكون لحقنا لنهاية الفيديو تاع اليوم. العائلة الكريمة كامل راهي تقول لكم